بسم الله الرحمن الرحيم، سنريكم في هذا الفيديو طريقة استخراج يرقة خنفساء نمرية. نحتاج في هذا الفيديو إلى قشة صغيرة من الأغصان مثل هذه، تكون أسطوانية الشكل حتى نلقيها في داخل الجحر. كذلك نحتاج إلى آلة حادة مثل هذا المنشار مثلا، ونقوم بالتالي: نسقط هذه القشة في جحر هذه اليرقة. عادة ما نجد هذه الجحور في المناطق الرطبة، ونقوم بتحضير الآلة الحادة بجنبها لكي نغرسها عندما تقوم بدفع تلك القشة للخارج، وننتظر قليلا. سنشاهد عندها بعد لحظات أن هذه اليرقة تقوم بدفع تلك القشة إلى الخارج. عندها نغرس بمسافة 5 سنتيمتر تحت الحفرة، ونقوم بسحب كومة التراب، ونبحث فيها عن تلك اليرقة سوف نجدها بإذن الله. ها هي هنا.